بالك قحطان. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نكمل محاضراتنا. طلبتنا الأعزاء، عندنا هنا الدلتا ال، نضيف ال الاولى، الدلتا ال طلعت لنا 0.013، وعندنا ال 3 فتطلع لنا ال فاينل. ليش؟ لان احنا عندنا ال فاينل تساوي لنا ال انيشال زائد دلتا ال، صح؟ صحيح. نعم. طلعت بقيه المطالب يعني ما عندك اي شيء بيهن ان شاء الله. خلنا نقل ذني هنا حتى لا بعدين انطي اخليه لكم. هسه واضح شباب؟ هذا المثال عليكم. هذا المثال عليكم واجب تحلونه. هسه microscopical description of the ideal gas in ideal gas، الغاز المثالي. احنا بالغاز المثالي قلنا عدد المولات ان شو يساوي الوزن على الوزن الجزيئي، الكتله على الوزن المولاري، صح؟ وعندنا القانون العام للغازات شو يكون؟ البي في يساوي ان ار تي، واضح؟ هذا مر عليكم ايضا مو لو لا؟ نعم دكتور. بي في يساوي ان ار تي، البي الضغط، الفي الحجم، الحجم، ار ثابت الغازات، التي شنو؟ درجة الحرارة بالكلفن. عافية، درجة الحرارة المطلقة، جيد بابا. والان عدد المولات، نمبر اوف مولز، عدد المولات. تجي هنا الار عندك هاي وحداته بالجول وهاي وحداته بالاتم، هيك عندك هاي اثنين، هاي وحداته مال الغاز اللي انت من عندك. وعندنا البي في يساوي ان ار تي، الان هي شنو؟ ان على ان اي، هاي اشتقاقات حتى تدخل حتى تطلع بولتزمان، بولتزمان كونستانت، ثابت بولتزمان. هنا ان ار تي وطلع عندك الكونستانت بولتزمان كونستانت يساوي ان ار على ان اي، فتجي هنا الان تبقى عندك هذا يساوي ان ار على ان كي اي، واللي هو هذا هنا هيك. طيب هذا قانون تحويل الضغط، المولات الى ضغط، هذا قانون بولتزمان اللي هو يربط بين بين ثابت الغازات وعدد المولات الاي، العفو عدد افوكادرو، العفو ان اي معناها عدد افوكادرو، عدد افوكادرو ماخذينها بالكيمياء ماخذينها مو يقول يقول ذا ايديال غاز لو از اوفن اكسبريسد ان تيرم اوف ذا توتال نمبر اوف موليكس، القانون العام للغازات عاده اغلب الاحيان عاده نعبر عنه نعبر عنه بمن عن نعبر عنه باستخدام العدد الكلي المن للمولات n، because the total number of molecules equals the product of the number of moles، العدد الكلي للمولات يساوي عدد المولات في عدد افوكادرو، number of avocado. فشي يصير عندك هنا عندك الكي بي يساوي ان ار، ليش؟ ان عندك العدد الكلي للمولات شو يساوي ان ان بي بعد في عدد افوكادرو، افوكادرو في من؟ في عدد افوكادرو في من؟ في ان، يا هو عدد المولات الكلي، عدد المولات. عندك البولزمان كونستانت كي بي شو يساوي ان يساوي R على N، تعوضها هنا يصير عندك N KB T، عفوا تريد تحسب ال KB، عندك كوزات هنا، عندك أمثلة هاي تحلها بس على قوانين تطبق بابا تفتهمها وراها تاخذ لك كم مسألة أنت تحل واجبات عليك. أي واحد عنده سؤال؟
عندكم سؤال؟ لا سؤال بسيط إن شاء الله. هاي بعد أنتم تدرسونها وهذا التسجيل أنا إن شاء الله أحفظه لكم في أمان الله. أنا أتوكل على الله أدخل عندي دورة جديدة بعد ثاني عندي بث جديد في أمان الله. حياك. أتمنى لكم كل خير. لا تنسونا بالدعاء. إن شاء الله. إن شاء الله.